في عام 65 نعم كان هناك مؤتمر للإفريقي الآسيوي، مؤتمر إفريقي آسيوي. الجزائر كانت تعتزم أن تعقد هذا المؤتمر وهذا اللقاء، نعم، فبعثوا بدعوة إلى إمام غالب يحضر هذا، نعم، لعرض القضية. المهم أنه صار هناك انقلاب من قبل العقيد بو مدين، نعم، على بن بلة، نعم، في 19/6/65، نعم، انقلاب في الجزائر، هي. نعم. بعد ذلك ألغي هذا اللقاء. الدعوة الموجهة إلى الإمام لم تلغى، نعم، فحضر كرسمي بالدعوة هذه، نعم، واستقبل. ولما التقى بهناك المسؤولين الجزائريين قال نريد إحنا أن تسمح الجزائر فتح مكتب لدولة إمامة عمان، نعم، قال يدرس الطلب هذا، نعم. ثم بعد ذلك قال بما أنني موجود هنا لو تكرمت السلطات، نعم، أن تسمح لنا بزيارة الإخوان في وادي ميزاب. ما شاء الله. قال حاضرين. هيأوا له سيارة حكومية وسائق تذهب به من ومرافق من العاصمة إلى وادي ميزاب. إلى وادي ميزاب حوالي 650 كيلو. جميل. إذا طبعا هذا كان من الأحداث المهمة جدا أثناء وجودك هناك، وهي طبعا زيارة الإمام غالب إلى وادي ميزاب. نعم. طيب شيخنا كيف كان كذلك استقبال؟ أولا أنه الإعلان، نعم، بعد تفسير الشيخ في ذاك في للتفسير الشيخ إبراهيم بعد بيور. التفسير الشيخ إبراهيم بن عمر بيور، نعم، أعلن أن هناك بلغنا خبر زيارة الإمام العادل غالب بن علي إلى وادي ميزاب، نعم، وأول زيارة إلى القرارة، أريد أن تستقبل القرارة وأهل القرارة هذا الضيف، ما شاء الله، وأن تكون في المستوى، نعم، المدارس تعطل في ذلك اليوم، في ذلك اليوم كلها للاستقبال، ما شاء الله، استقبل في منطقة تسمى وادي النساء، نعم، على بعد حوالي 25 كيلو من مدينة بريان في اتجاه القرارة، نعم، وبين بريان والقرارة 73 كيلو، ما شاء الله، متر. فاستقبلوه وجاءت الهيئات الدينية من القرى السبع والثامنة من ذاك من القرارة، وارجلان، العطف، بنورة، بني يزقن، المليكة العليا، غرداية، وبريان، والقرارة، ثمان قرى. وصل أكثر من 70 سيارة، ما شاء الله، في ذلك المكان، يعني واستقبل أول مرة يصير ذلك الاستقبال، وعلى مسافة 73 كيلو، إيه، على مسافة ما أقل من 50 كيلو تقريبا، نعم، إيه؟ المهم أنه بعد ذلك لما وصلوا كان يرافق الإمام محمد مهري، نعم، وهذا كان عنده طلاقة في اللسان وكان ذكي، عماني؟ لا، ذاك من الدولة، ذاك من الدولة الجزائرية، نعم، من المسؤولين، نعم، الجزائريين، نعم، هذا والسائق. لما وصل الإمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض قدم له ذاك الهيئات الدينية اللي من ورقلان ومن العطف ومن بونورة ومن مليكة العليا ومن بني يزقن ومن غرداية ومن العطف وذاك من بريان ومن القرارة، ما شاء الله. بعد ذلك الشيخ ذاك ركب مع الإمام في نفس أول لقاء في نفس السيارة، في نفس السيارة، واستقبل من دخول القرية ذاك مدينة القرارة حتى مكان الاحتفال حوالي 2 كيلو، ما شاء الله، والناس يمين وشمال خرجوا لاستقباله، كل استقباله، يعني مشهد منظر ما شافته القرارة مثل ذلك،
طبعا تذكر هذه التفاصيل. هي طبعا. وذاك لما وصلوا إلى مكان الاحتفال مع ذاك ساحة مدرسة الحياة. نعم. تضم آلاف. سبحان الله. مفتوحة. والنساء ملأن السطوح بأكسيتهن الصوفية. سبحان الله. يعني منظر عظيم. يسمع الإمام غالب يسمع يسمع يسمع. نعم. وبدأ كلمة الشيخ بيور ترحيب. وكان أول من وصل إلى مكان الاحتفال قبل 4 ساعات الشيخ إبراهيم بن عيسى أبو اليقظان. نعم. عميد الصحافة الجزائرية. نعم. أبو اليقظان. 8 صحف وهو يصدرها، والسلطات الفرنسية تعطل من صحيفة إلى صحيفة، من صحيفة إلى صحيفة، فلما تعطل صحيفة يصدر صحيفة باسم مستعار غير. وكان يعني وكان نصفه مشلول لأيسر. 4 ساعات وهو ينتظر بكرسيه حتى يصل الإمام. سبحان الله. ولما وصل الإمام وذاك وجلس شيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم إحنا خبرنا بعد ذلك إحنا كنا نزور الشيخ. نعم. لما كنا هناك طلبة يسأله يقول له الإمام عندكم مجلس عزابة؟ قال له إحنا عندنا مجلس العلماء والقضاة. ما شاء الله. قال فخجلت الشيخ أبو اليقظان. نعم. من كلمة هذا قال ليتني ما سألت الإمام بهذا. ما شاء الله. وبدأ هناك عارف لا تسأل عن الخطب الله. وعن القصائد، من جملته قصيدة الشيخ ناصر المرموري، ومن جملته قصيدة الشيخ أبو اليقظان، ومن جملته كم. وإحنا كطلبة غلبة مساكين عملت أنا بعض الأبيات باسم الطلبة. ما شاء الله. في هذه المناسبة قلنا إحنا نقوم. نعم. مع هؤلاء ونلقي كلمة، كلمة فوق وكلمة تحت. موثق القصيدة موجودة القصيدة ما شاء الله.